النهارده في متغير حصل، احنا بنتكلم النهارده وبنلتقي في ثالث ايام ما اطلق عليه الهدنه او الوقف المؤقت لاطلاق النار في اطار الصفقه اللي تمت ما بين الجانبين برعايه مصريه وقطريه. اولا ما سمعتش تقييم حضرتك لفكره النجاح في اتمام الصفقه، هل ده بيعتبر زي ما كتب بعض الكُتّاب انتصار معنوي وسياسي كبير لحماس وللقضيه الفلسطينيه؟ طيب، أولا خليني نقسم اللقاء النهارده لثلاث محاور يعني حسب ما يسمح به الوقت اتفضل محور اولاني هنتكلم عن تطورات الوضع الراهن بما فيه وفي القلب منه مساله صفقه الرهائن والمحور الثاني هتكلم بصراحه شديده وارجو ان تتحملني عن العلاقات المصريه الاسرائيليه في اطار هذه الحرب والمحور الثالث هتكلم عن سيناريوهات اللي بتقال عنها اللي مشغول بيها العالم جدا كله حول ما يسمى باليوم بال... الثاني للحرب. أوه. فارجو ان يتسع الوقت عشان نناقش المحاور الثلاثه. المحور الاولاني هو يعني كل اللي بيجذب انصار انظار العالم جميعا الان وهو متابعه الحدث الاهم اللي خطف كل الاضواء حتى انه الحرب الروسيه الاوكرانيه اصبحت خبر هامشي وثاني وتصدرت كل الانباء ما يحدث في الأراضي الفلسطينية وخاصة في غزة وبشكل أخص ما يتعلق بالهدنة الإنسانية وصفقة تبادل الرهائن والأسرة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل دا. لازم نرجع شوية لورا ونقول أنه يوم 7 أكتوبر تمكنت حركة حماس وبعض الفصائل الأخرى من جلب عدد في البداية لم يكن معلوما وجزء منه حتى الآن لم يكن معلوما ما بين رهائن مدنيين وما بين عسكريين. في البدايه اسرائيل قالت انه عدد الرهاين 53 ارتفع العدد الى 130 ثم ارتفع العدد الان الى حوالي 230. حركه حماس بتقول ان عندها 180 وان الجهاد الاسلامي لديه 20 وفي بعض المتفرقات لدى فصائل اخرى شهداء الاقصى عملوا فيديو وصوروا عدد من الرهائن، ثم صرحوا بانه سلموهم لحركه حماس. نعم. في البدايه وكما العاده وكما تعودنا اسرائيل ونتنياهو تحديدا قرر انه اهداف هذه الحرب هي اولا القضاء على حركه حماس والمقاومه وتغيير الوضع الراهن في قطاع غزه جذريا. ثم الافراج عن الرهائن. نعم. وقال أيضا أنه سيستخدم القوة العسكرية والضغط العسكري لتحرير الرهائن العالم في أغلبه كان عنده أولوية مختلفة تحرير الرهائن ثم النظر في مسألة الترتيبات لكن نتنياهو كالعادة ركب رأسه وقرر المضي قدما في حملته العسكرية وأشاع أنه استخباراته بتعرف فين مكان الرهائن وهو دار الشفاء هي مستشفى كبيرة جدا يعني من أربع أجزاء كبيرة وقال إن هم موجودين هم والقيادة وغرفة العمليات المركزية في الأنفاق الموجودة تحت دار الشفاء قوات الإسرائيلية تمكنت من القيام بخرق بري وقطعت قطاع غزة إلى نصين شمال وجنوب وسيطرت على الطرق الطولية طريق صلاح الدين وهو من رفح الى نهايه غزه وطريق اخر اسمه الرشيد وهو الطريق البحري الماشي بموازاه البحر مباشره. واستطاعت عن طريق يعني استخدام قوه باطشه. نيويورك تايمز من اليوم نشرت تقرير قالت انه اسرائيل استخدمت 90% من القذائف التي استخدمتها هي قذائف موجهه بالاقمار الصناعيه. وقنابلها تزن 2000 رطل. ونتيجة لهذا الاستخدام المفرط في القوة والوحشي تم تهديم تقريبا 60 إلى 70% من أحياء قطاع غزة نعم. وتم دفع المواطنين في أغلبهم مليون ومئتين مواطن جنوبة. من شمال ومن غزة باتجاه الجنوب أي محافظة خان يونس ورفح حيث يعني يتكدس الآن حوالي مليون ومئتين استخدم أساليب في غاية الفاشية وهي قطع الكهرباء قطع المياه الإمدادات بالغذاء الدواء إلى آخره ثم نجح في الدخول دار الشفاء وبعد جهود حثيثة ويعني بروباجندا هايلة لم يتمخض الشيء عن هذه الحملة ونزل تحت السيطر بالكامل على المستشفى وعلى الأجزاء بتاعتها كل ما لقى لقى نفق وفي بوابه حديديه في الاخر لم يجد لا غرفه عمليات مركزيه ولم يجد حتى احد من الرهائن، صحيح. وجدوا ثلاث رهائن ميتين في محيط دار الشفاء وليست في دار الشفاء. قال بعدين انهم موجودين في مستشفيات اخرى، اقتحم عده مستشفيات اخرى وايضا لم يجد فيها احد. الان تغيرت الروايه الى انه اغلب الرهائن موجودين في الجنوب. وأن القيادة الفلسطينية وقيادة المقاومة وخاصة السنوار ومحمد الضيف ومروان عيسى موجودين في خان يونس لكن ضغط داخلي وضغط خارجي أكبر نتنياهو على أن يعود مرة أخرى فيعدل الأولويات ضغط الداخلي من أهالي الرهائن ومن قوى سلام عديدة في إسرائيل ضغطت بشدة ووصلت مظاهراتها إلى مقر إقامته في القدس تمام ومشيوا خمس ايام جروا معاهم عدد كبير جدا من المواطنين وحاصروا مقره واصروا على انه الاولويه هي للافراج عن الرهائن وليس للقضاء على حماس كما يزعم نتنياهو كويس وهناك ايضا ضغط خارجي عواصم العالم كلها شهدت مظاهرات عنيفه وده الاهم انه داخل الولايات المتحده الامريكيه نفسها ربما اشرنا في المره السابقه انه الحزب الديمقراطي الحاكم الذي ينتمي اليه بايدن نفسه تعرض لشرخ عميق وفيه هناك طيار يقوده ساندرز ده قال لازم نقيد بيع الاسلحه لاسرائيل لانها تنتهك حقوق الانسان. اعضاء في الكونجرس مظاهرات في الجامعات في الصحف كتبت حتى يعني اهم كتاب الاعمده في العالم ليبرمان وهو يهودي بالمناسبه انتقد اسرائيل انتقادات وهو مقرب جدا من بايدن ويعني كثير من المراقبون يعتبرون انه ينطق باسم بايدن في كتاباته الصحفيه. انتقد بشده كمان اسرائيل على سلوكها وبالتالي اضطر نتنياهو الى تعديل اولوياته. وجرت مفاوضات شديده وحساسه حول ايجاد طلع قرار الاول نتيجه هذه الضغوط كلها طلع قرار من مجلس الامن يدعو الى هدى انسانيه وليس الى وقف دائم كما نطالب يطالب الاغلبيه العظمى مصر والدول العربيه كلها والمؤتمر اللي ضم حوالي 57 دوله عربيه واسلاميه كانوا بيطالبوا بوقف دائم لهذه الحرب العدوانيه. لا. لكن في مجلس الامن نتيجه حتى نتفادى الفيتو الامريكي تم التوصل الى قرار بهدى انسانيه. في ظل هذا القرار جرت مفاوضات حثيثه وضغط امريكي قوي وبوساطه دولتين. الدولة الأولى هي مصر باعتبار أن مصر صاحبة الحدود البرية الأساسية مع قطاع غزة ومع المقاومة وأنها كانت هي الوسيط الوحيد والحصري في خمس مواجهات سابقة اعتداءات إسرائيلية كانت طرفين يستدعيان مصر للتوصل إلى تهدئة وتفاهمات تمام. ومصر هي الوسيط الأساسي في قضية جلعاد شليت الذي بقى في الأسر خمس سنوات لمدة خمس سنوات لم تستطع إسرائيل الحصول على مكانه وبنهاية المفاوضات التي أسفرت عن ألف سبعة فلسطيني في السجون الإسرائيلية مقابل جلعات شليت في هذه المرة أيام جلعات شليت تم تسليمه للمخابرات المصرية التي سلمته بالمقابل مقابل الإفراج على ألف سبعة وكان منهم السنوار بالمناسبه، صحيح. في هذه الصفحة في هذه الصفقة كان منهم السنوار. في هذه المرة قلنا مصر كطرف أول وأساسي، والطرف الثاني كان قطر. الطرف الثاني قطر لأنه قطر هي الممول الأساسي لحركة حماس، وأشارنا ربما في الحلقة السابقة أنها كانت شهرياً كانت بتبعت 30 مليون دولار، وكان نتنياهو يسمح بدخول هذه الملايين، وربما عرضنا شنط الأموال، وقلنا أن في واحد اسمه محمد العمادي ده السفير غير مقيم بيروح وبيجي باستمرار وبالمناسبه النهارده دخلت مساعده وزير الخارجيه القطري ومعاها نائب محمد العمادي ده دخلوا على غزه النهارده واجتمعوا ببعض المواطنين يعني على هامش الكلام وقطر هي التي تستضيف قياده من غزه سبعه من كبار القاده الثلاثه كانوا اعضاء رؤساء مكتب سياسي هنيه رئيس المكتب السياسي الحالي خالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق وكمان موسى أبو مرزوق وهو أول رئيس مكتب سياسي لحركة حماس إلى جانب مجموعة أخرى من القيادات الحية والنونو وأعضاء آخرين كويس. وبالتالي ضغطت الولايات المتحدة وطالبت الدولتين مصر وقطر للتوسط بشأن إبرام صفقة لتبادل الأسر الأمر ده أخذ وقت كبير وأخذ جهد ضخم جداً للتوصل إلى هذه الصفقة صفقة كانت بتقول أنه وقف للعمليات العسكرية وقف إطلاق نار إنساني لمدة أربعة أيام بس مقترنة بعبارة قابلة للتمديد وخلال الأربع أيام دي يتوقف العمل العسكري تماما في كل غزة قطاع غزة يتوقف تماما تحليق الطائرات في جنوب قطاع غزة خانيونس ورفح ويسمح بالطيران في شمال قطاع غزه لمده ست ساعات مظبوط طيب